سيدة تقول أعطيت سيارتي الواحد على أساس اشتريها دفعات شهرية لم يدفع شيئا، استخدمها لمدة 6 أشهر، استخدم إيزي تاج من غير يعني من غير ما يطلع البطاقة، حملني 1500 دولار. ثم كملت الشرطة أخذت السيارة حطتها في الستورج، كلفني إخراجها 700 دولار مع سحب السيارة. يعني الموضوع ده خسرني حوالي 2000 إلى 3000 دولار، والراي الفص من الحدام، لا دفع لا أصل السيارة ولا البلاوي اللي هو شيء الهاني والسيارة عنده. سبحان الله، في ناس عندهم جرأة على 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 يعني حقوق الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ حقوق العباد لا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو بالإبراء. إن عجزت عن الأداء في الدنيا توديها يوم القيامة من حسناتك أو سيئاتك. طب بقيت السؤال، ست ماذا تسأل؟ والسيارة دي فيها أغراض لهذا الرجل، لما تركها تعرف فيها ممكن يكون لابتوب، ممكن يكون يعني آيباد، آيفون، يعني في شوية أغراض دي. بقول يعني هذه الأغراض بضع مئات، وأنا لي حوالي 3000 عنده، ممكن أحط هولد على الأغراض دي، أستوفي بعض حقي السليب وبعض مال المغتصب والمنتهر. أقول لها يا أمة الله، إن كان ما تقولينه دقيقا لا مبالغة فيه، ما أنا سمعتك أنت بس، الله أعلم لو سمعنا الطرف الثاني ماذا يقول، فهذه خصومة غاب أحد طرفيها. إن كان ما تقولينه دقيقا لا مبالغة فيه، فلا حرج عليك في إمساك ما ظفرت به من ماله تعويضا عن بعض الحق الذي لك. دليل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير من الصابرين. طبري رحمه الله شيخ المفسرين يقول تعالى ذكره للمؤمنين: وإن عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم واعتدى عليكم فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة ولئن صبرتم عن عقوبته واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم ووكلتم أمره إليه حتى يكون هو المتولي عقوبته لهو خير للصابرين. يقول: للصبر عن عقوبتي بذلك خير لأهل الصبر احتسابا وابتغاء ثواب الله، لأن الله يعوضه من الذي أراد أن يناله بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من لذة الانتصار. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويوم القيامة ينادى: أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس. أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس.